Bonjour. Je sais que tu sais et tu sais que je sais. اليوم حبيت نهضركم على لي ريجيم كريتوا علاش لا اون كريت داك الجزيره اللي في اليونان تعيش الناس فوق 120 عام ونتمنى لكم تعيشوا فوق 120 عام علاش لا ولكن بواحد الشروط مشاو تعملوا احصائيات تما وجبروا الناس ياكلوا شي اشياء غريبه من نوعها جيده طيبه منها جيت العود منها رجله هضرنا على الرجله والمعدنوس دابا اليوم حبيت نهضر لكم على ثلاثه الوصفات سون جيني بيرسون تتعرفوهم كلكم واحد الوصفه عجيبه من بدا الجن تتفكرني في التاجين مزعلك التاجين مزعلك كاين واحد العائله فاس سميتهم التاجين مزعلك حنا عائلتنا سميتها التاجين مؤخرا الحمد لله اللي ماشي زعلوك زعلوك عندها واحد اللقاء شي شي راه غتبدا تزعلك عليا بعد مني ولكن حنا غادي نهضروا من الكوزينه غندخلوا دابا للطياب الطياب غادي نوريكم ثلاثه د الوصفات وصفه ما تتخلي لي عقل هي المطيشه بالفلفله حمراء الفلفله مطيشه والفلفله حمراء شويه د الملحه شي شويه د الابزار ومعدنس وصافي ما ديرش الزيت هذه الوصفه الاولى الوصفه الثانيه هي هذه الشلاضه ديال كلشي تيحمق عليها وكلشي تيحبها بصله ومطيشه بوان ارالين ما فيها حتى الملحه ديرها على قياسك الا حبيتي دير شويه ديال الزهر ديرها على قياسك هذه الوصفه مهمه جدا بها تنتغدى وبها تنتعشى بها ستوني اون فورم داكور ولكن الوصفه اللي حبيت نهضر عليها واللي تكلمت عليها هي زعلوك زعلوك انت تتحبو تنموت عليه إلي ديليسيو تو سكو فو فولي هاد زعلوك مصوب بالبدنجان بسم الله سخون مصوب بالبدنجان قسم ومطيشة شاد معدنوس ما كاين لا زيت لا يديك لا يخليك علاش حبيت نهضر على هاد الوصفات ثلاثة لأنه هو الا درتي خبيز زولو الطيعه ودير الساندويتش ديالك بواحد المهاد والله حتى يجيك داكشي لذيذ والا حبيتي تكمل فقس بويضه ولا سلقها وخلطها مع هادشي وغاتغدا وغاتمشي للبلايا ولا غاتمشي للغابه ولا غاتمتع مع دار بلا فلوس تقريبا درهم جوج ثلاثة دراهم خمسة دراهم انت تغديتي وكلشي الماء بارد تقول الحمد لله والشكولا ما تبقاوش غنيو عليا الله يرحم والديكم علاش نهضر لكم على لو ريجيم اللي طينا هاد النهار تهضر معايا لا ساهل ماهل تتعرفو وما فيش وحدات حراريه مجهده البصله فيها هي اللي غليظه فيها 40 وحده حراريه في 100 غرام هي كيلو ولا كليتي كيلو البصله هي 400 وحده حراريه هي مقابل ديال 100 غرام ديال لادان ولا ديال الدجاج ولا ديال الكفته ولا ديال اللحم بلا شحمه غتبقى تاكل كيلو لا حماق مشيتي للدجاج للدجاج اسيدي ومطيشه غيكونوا هانيين الدجاج ومطيشه خصك تاكل هذا فيه 20 وحده حراريه في 100 غرام الا كليتي كيلو هي 200 وحده حراريه باش توصل ل 2400 تنحتاجو يوميا وحسبوا لراسكم حتى خصك تاكل جوج كيلو د الدنجال ماشي جوج كيلو الكيلو تعمل 200 وحده 5 كيلو هي 1000 10 كيلو ديال الدنجال ومازال تيخصك الخير والبركه غادي ناكل الدنجال وغادي ناكل مطيشه حتى نشبع كيف حبيتي ديرهم ديرهم زعلوك قليهم اعملهم اللي حبيتي وهاد زعلوك بسلام تخيرك ولا ما كان عندك مشكل غديرو فوق واحد المحمر فاحل تالك تيخرج لك مزيان ولا زتيه جويته معلوم سير بحالك نتيا معلوم الا زتيه جويته تيجيك البيت كامل اللي باغي هاد الوحدات الحراريه مهمين جدا باش تعرفو بانه يمكن لك تعمل ريجيم بلا ما تمشي عند الطبيب تعطي لك ها هو دا كون تيقل كون قوي من هاد الشيء قوي من الملوخيه قوي من الملوخيه اللي قلنا قوي من الخضار وغتجيب الله البركه وتيسير تفقيد زيد خصنا لي فيبر باش نهضمو تيخصك تاكل لي فيبر المراه والراجل تيخصهم بين 25
حتى 30 غرام دي فيبر في النهار يومين خصك دي فيبر. إبا لي مهم جدا هو دي فيبر في الدجاج كاينة 4 غرام في 100 غرام، 4 غرام دي فيبر في 100 غرام ديال الدجاج، وكل 200 غرام ديال الدجاج عندك 100 غرام ديال الفيبر، غنتي شحال مازال ما تيخصك حتى حاجة باش توصل ل 25 غرام 30 غرام، باش النظام ديالك يكون معوطين، باش ما تكون لا معصومة لا عندك الكجالة عليك. ماشي أنا كوزيني، أنا ماشي زعلوك، أنا ماشي التازين زعلك، أنا يالله تنصحكم. Pourquoi ? Parce que je vous aime, tout simplement. Et parce que j'aime les Marocains. Et les Marocaines. Et je dirai toujours, vive le Maroc et vive les Marocains.